سنسأل عن استعمال الحقن الشرجية. هل الحقن الشرجية تفطر، أي الحقن التي تعطى في الدبر لإحداث إسهال ونحو ذلك؟ الذي يختاره والله أعلم أنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بجماع، والحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فلا أرى تفطر، والله أعلم أرى أنها لا تفطر، وبالله تعالى التوفيق.